أنهار البصرة التي اشتهرت بجمالها ومناظرها الخلابة أصبحت اليوم مكباً للنفايات ومياه المجاري، بالإضافة لانتشار الأوبئة والأمراض. البصريون يتحدثون عن ذكريات نهر العشار وصيدهم للأسماك والسباحة بالنهر، أما الآن لا يستطيعون السير بجواره بعد تلوثه بالكامل. والله كانت قبل النهران نسبح بيها وشي، وهسه صارت بيها كلها مجاري مع الماي وخيس، كلها جات من العشار لحد جاي كلها خايس ماي. صار قبلها كان حتى تصيد بيه سمك. عندنا حساسيه وعندنا ربو، ها يعني احنا الليل تعال شوف بالليل، يعني لو نرش من هذا الامشي ديديتي لو ما قدرنا والله، ولا هاي السبالت مالتنا عده مرات تعطل من سبب شنو؟ النهر ورانا، يعني احنا متاذين من كل ناحيه. عبارة الدار للبيع انتشرت على جدران المنازل القريبة من الأنهار الفرعية بسبب الروائح الكريهة وانتشار الأمراض الجلدية بين ساكنيها. الأهالي تحدثوا عن غياب الاهتمام الحكومي بالأنهار التي كانت تعد من أبرز المعالم السياحية في المحافظة. وهالسلعة والله مو زين، يعني صار بيها مجاري وينذب بها أشكال ولون من الشغلات المزينة. أي يعني احتياجي هو شو اسمه الشخص الما مرتاح يضطر يعني يبيع بيته وكبو يملعب معتزين بأيام القبر يعني بالقديمة. أكو منازل يريدون يبيعون بيوتهم، وليش الطامة الكبرى يعني قبل أنا من زمان هنا قاعد، يعني هذا اللي المصلخ اللي كان هنا من البنزين خانة يعني شرد بيوت إلى أن نقلوه من هذا الموقع، وبنفس الوقت هو أيضا يصب بقايا الحيوان يجلى السامع والبراز والغيرة يصب بهذا النهر. الأنهار الجميلة تحولت إلى مكب للنفايات والأمراض المختلفة وسط مطالبات مستمرة للجهات الحكومية بتأهيلها وتنظيفها لكن دون جدوى. للتغيير يونس الرباعي، البصرة. We'll be right back.